يا أما نحن سلمى حنكفي باقي فقرات صباحنا غير لليوم ووصلنا لفقرتنا القانونية. أكيد رشا، مثل كل مرة بنحكي عن موضوع بيهم الناس، وأكيد معلومات أكيدة وموسعة مع ضيفنا الاختصاصي القانوني. رح نحكي اليوم عن سندات الأمانة، طريقة استعادة الدين، والحفاظ على الحقوق من النصب والاحتيال. بصيرنا نرحب أكيد بالمحامي أحمد دعبول. يسعد صباحك أستاذ صباحكم أحمد. الخير. صباح الخير. صباحك. أهلين، شرفنا. خلي لي إياك تسلمي. هلا اليوم سندات الأمانة هي كثير شائعة بين الناس، وكثير في تعامل بين الأشخاص عن طريق سند الأمانة، ولكن صح. وقت اللي بيتم استرداد السند عم بصير في مشاكل كثير كبيرة، إن كان بالمحاكم وإن كان بين الأشخاص. اليوم قبل ما نفوت بطريقة استرداد السند وكيف ممكن نحن نسترده بأقل وقت ممكن، خلينا نعرف بشكل بسيط ومختصر شو هي سندات الأمانة. هلا سند الامانه عمليا هو عم يحفظ حق شخص لما عم يقدم له مبلغ مالي ليضمن اعاده هالمبلغ هذا حين الطلب. سند الامانه في ركن اساسي او كلمه اساسيه موجوده فيه هي حين الطلب، لانه بيختلف عن الاسناد الاخرى اللي مثلا الشيك مثلا اللي هو يعتبر اداه وفاء وليس اداه ائتمان، بيختلف عن الاسناد التجاريه، بيختلف عن سند الدين انه ممكن يتحدد مده فيه اي سند ثاني الا سند الامانه. سند الامانه الجوهر فيه انه انا قدمت امانه لشخص ما يجب على إعادة حين الطلب دون ذكر، وحتى وضع تاريخ وفاء المبلغ موضوع سند الأمانة بيحوله إلى سند دين. هذا الشيء النقطة الأساسية. كثير عالم ممكن تحط أنه أنا بسند الأمانة أنه تاريخ الوفاء بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين، هذا الشيء بيحول ما بنتقص من قيمته القانونية من حيث المجمل، لأنه بيحوله من سند جزائي في له عقوبة حبس إلى سند دين ممكن تحصيل، يعني هو في يرجع يحصل حقه عن طريق الحجز، عن طريق البيع، عن طريق الوسائل القانونيه، لكن بيفقد المؤيد الجزائي اللي هي العالم تخاف منه. هو شو السبب العالم ترجع لسند امانه مثلا؟ ليش ما بسوي سند دين؟ سند الامانه لانه له مؤيد جزائي. شو هو المؤيد الجزائي؟ انه له عقوبه حبس اللي هي عقوبه سند الامانه حسب قانون العقوبات العام السوري، ست شهور من 656 657 من الشهرين لسنتين. هي العقوبه ممكن السلطه التقديريه للقاضي بيقررها حسب كل حالي، لكن هون طبعا مع إعادة المبلغ، مع إعادة غرامة بتتراوح بين الربع إلى النصف، عن لا تقل عن 100 ليرة سورية. هون المؤيد تبع سند الأمانة، السبب العالم تقول لك أنه أخي شخص أنا بسوي له سند أمانة أنه رح يخاف من الحبس. هي الشيء الأساسي اللي نحن عنا. لكن سند الأمانة يعني حتى مثل ما حكيت وحضرتكم أنه كيف نحن ممكن نضمن الحق فيه؟ ضمان الحق فيه هو بيتم عن طريق تنظيمه أمام موظف رسمي مثل كاتب العدل. هي الشيء الأساسي. لا يكفي بسند الأمانة أنه أنا أعمل سند أمانة بيني وبين شخص بصموا عليه، هو وسيلة قانونية لكن تتعرض للطعن بعدة وسائل. إلا أمامه كان بدي أسألك عنه تماماً. دائما الناس متعودة أنه هلا بتنزل فيه، يعني موجود سند الأمانة بتقدر تشتريه بصراحة، صح وبيتم مثلا بالتراضي بين الأشخاص الدائن والمستدين، بيكتب له الوصل مثل ما هيك بيقولوا مفرغات البطاقة الشخصية والعنوان ورقم هاتف وبيبصم عليها. هل هيك بيصبح سند الأمانة له قوة ولا لا؟ في مواصفات شروط معينة لسند الأمانة. هلا إذا بدنا نحكي على القوة نحن نفرق بأنه القانون السوري صنف الأسناد إلى عدة موجودات، لأن مثلا السند الرسمي، إحنا على القوة الثبوتية في عنا سند رسمي. شو هو السند الرسمي؟ هو السند المنظم أمام موظف رسمي. هلا كمحامي مثلا أنا ماني موظف رسمي، لهيك سند الأمانة اللي عم يتنظم عندي أنا له قوة ثبوتية في القانون، لكن تندرج تحت إطار السند العادي وليس السند الرسمي مثل عند كاتب العدل. لانه انا لما بدي عم يتنظم، خلينا نوضح الفرق بين امام موظف عادي وبين الاشخاص وما بين موظف رسمي. اللي عم يتنظم السند بين شخصين مع بعض له قوه ثبوتيه، لكن يتعرض الى عده وسائل من وسائل الطعن. يعني انا شخصين ساووا سند امانه بين بعض، في طعن انه انا بصمت عليه تحت الاكراه، في انه هي البصمه مو بصمتي. طب بيجيب مزورة. شهود يعني مثلا؟ طبعا بكافه وسائل البينه الشخصيه القصص هي. لما عم بيكون نحن عندنا امام موظف رسمي لا يطعن فيه الا بالتزوير حصرا. اما انا اللي عم بتنظم من دون موظف رسمي ممكن يقول هذا السند هو تجاري، انا في تعامل تجاري، هو في اي عقد استثمار مستتر بيني وبينه، عده وسائل ممكن. لكن لما عم ننظم سند الامانه نحن امام موظف رسمي اللي هو كاتب العدل، هو انا ما فيني اطعن الا بالتزوير. وهذا شيء صعب اثباته، لانه اذا كان فعلا هو منظم موظف رسمي رح يخسر الدعوه.
تمام. طب استاذ خلينا نحكي شوي هلا طريقه. اليوم انا اذا عندي سند امانه بحق شخص ما وحبيت اني اقدمه، دائما عندنا الاجراءات القانونيه صعبه وخلينا نقول ممله، يعني كثير بطيئه القصه والى كذا طريقه. هلا اليوم انا بدي اتقدم بجوز للمحكمه المدنيه للمحكمه الجزائيه، والمحكمتين كمان لهم كذا حاله انا بقدر فوت من خلالهم اقدم هذا السند. وبالنهايه في محكمه قدران المحامي اليوم يغير كل القصه، وبمحكمة محكمة تانية انه لا، بس ولكن المدة الزمنية عم تلعب كتير دور كبير، يعني المدعي عم يتعب اعصابه، عم تتعب مادياته. ليه ما بيكون عندنا هاي الآلية اكثر ليونة، اكثر يعني بما خلينا نقولها هيك بالمعنى الشعبي، انه هو الزلمة يعني له حق بالنهاية، يعني فوق حقه لسه كمان هاي الآلية عم تجي فوقه لسه. هلا ما بدي انا انكر موضوع اجراءات التقاضي وامد التقاضي والطويل والتكلفه والروحه والجيه واتعاب هالقصص ما بنكر انا، لكن انا بعتبر السبب الرئيسي لاطاله امد التقاضي هو الجهل القانوني. نحن معنا الثقافه القانونيه اللازمه، يعني انا بذكر انه اخي شخص ثقه، لك يا اخي لو في ثقه ما كان في محامي، ما كان في محاكم، كل واحد بياخذ حقه بيعرف حقه، ما كان. انا دائما حكيناها كثير نحن بحلقات هون، دائما انا رح ضلني عيد يعني حكيتها ورح ضلني احكيها دائما. لو انه انت تخسرت شوي، لو انت تعذبت ساعد زمان بالنزل على كاتب عدل ووثقت انت سندك، لكن انت عم تضمن حقك. هاي درس يعني. انت ما عم بيقول لك اخي لا خلص ثقه شخص، يا اخي ثقه شخص بكره المحاكم عباي. اذا بدنا نحكي عن سند الامانه عباي ما في ثقه، يعني بالنهايه احيانا بيكون بغير قصد، ممكن انا حاليا ضامن انا مشروع اخذ سند امانه بدي افتح في مشروع، انه اغلبيته عم بيكون مستتير، هي ليست امانه حقيقيه فعلا، انه انا حدا اعطاني امانه حطيتها عندي بخزنه بالبيت لوقت يطلبها، لا على الاغلب هي عم تكون سند امانه لكن مستتره لتشغيل مصاري، لاستثمار، لتحقيق ربح. لهالسبب هذا انا عم بعطيه. لما انا ما عم نظم امام موظف رسمي انا بدي اعرض سند الامانه، نحكي على خطوات سند الامانه. سند الامانه بدايه اول شيء لازم يتم تطهيره بالماليه، اللي هو بيتبع قانون مخالفه رسم الطابع بيتم استحصال مبلغ مالي عليه مقابل تطهيره بالماليه. اثنين بصير لازم يتم تنظيم انذار كاتب عدل، لانه المده القانونيه لحتى يسري عليه التقادم، لحتى يسري عليه كثير قصص، هي من تاريخ انذاره وامتناع المنذر الموجه اليه الانذار عن اداء الامانه. انا بساوي الانذار بمهله 3 ايام لاعاده الامانه، في حال لم يتم اعاده الامانه هون بلجأ للمحكمه انا، ولما بلجأ للمحكمه انا عندي عده طرق قانونيه. الطريق الاول خلينا نحكي فيه للعالم تلجأ له اول شيء اللي هي ادعاء مباشر امام النيابه العامه لتحريك الدعوه الجزائيه عليه. لكن انا كثير احيانا العالم بيجوا لعنا مثلا على المكتب بيقولوا انه استاذ انا ما بهمني انا الزلمه ينسجن، انا بهمني المصاري اللي اخذوا مني يرجعوا لي. تمام. هون بيقول لي انا بدي احصل حقي. طيب اذا كان الشخص اخذ المبلغ ما عنده شيء بيملكه، انا هون فيني اجي للطريق الثاني اني احطه بالتنفيذ، احجز على امواله، احجز على سيارته، احجز على العقار، راح احصل المبلغ. في حال برجع بعيد الفقره الاولى اللي قلتها، انا ما كان منظم السند عندي امام موظف رسمي. نعم. اول ما بيجي الشخص. نعم استاذ احمد، نحن هلا عم نتابع مباشره من دبي حفل تكريم لبطلنا مع الاسعد ضمن حفل جائزه محمد بن راشد للابداع الرياضي. حاليا عم نشوف بطلنا تكرم، وكانت هاي اللقطه مباشره على الهواء من مدينه دبي، واكيد بدنا نقول الف مبروك لبطلنا مع اسعد على التكريم من جديد. ورح نرجع نكفي حديثنا، وان شاء الله دائما ابطالنا هيك رافعين راسنا بكل المحافل الدوليه. امين امين ان شاء الله يا رب. اكيد نبارك لو نكفي معك. الفكره الاساسيه اللي كنا عم نحكي فيها انه بس تنظيمه امام موظف رسمي، لانه انا لما عم اطرح السند للتنفيذ المدني لوضع اشاره حجز للبيع لهالقصص هي كلياتها، مجرد قدوم المدعى عليه او المسيء للامانه وانكار البصمه، مجرد انكار، هي بجوز تكون بصمته حقيقه، انكر البصمه رح يتخلى عن القاضي ويحيل لمحكمه الموضوع للتاكد من البصمه، هل هي فعلا بصمته او لا؟ لانه مو معقول اي شخص انا بدي اقدم سند هي بصمه فلان، اكيد انا بدي اساوي خبره اتاكد من البصمه، بدي اساوي استكتاب، بدي اساوي هالقصص هي. للشيء اللي نحن دائما نحض عليه لجأوا لتنظيمه امام موظف رسمي، ضمان حقك وضمان حق الاخر. ووضع السند كمان في نقطه كثير مهمه، لا تترك السند فاضي. لأن الواحد احيانا كثير عم يجي عالم انه ممكن انا بدي احصل حقي، واختلاف قيمه العمله. صحيح. واختلاف سعر صرف الليره السوريه، انا بدي احصل حقي، عم يزيد اكتب الحق مثل ما هو وبتضمن حقك بشكل امثل.
كنا عم نحكي استاذ اليوم بالمحكمه وقت بالنهايه يعني نهايه السندات الامانه يعني الحكم كيف عم بيكون فيها؟ بالتنفيذ والسجن ودفع المبلغ واتعاب المحامي او ممكن حسب حاله المدعي عليه او ممكن يكون بالتقسيط؟ يعني في كثير سمعنا انه صار في الحكم عن طريق تقسيط المبلغ على عده دفعات بناء على حال المدعي عليه. هلا احنا بعد ما خلصنا اجراءات سند الامانه ورفع الدعوه ووصلنا للمرحله النهائيه صدور حكم، طبعا احنا هون بدنا نراعي قصه انه نحن عندنا الحكم لا يصدر عن محكمه واحده فقط اللي هي من اصول التقاضي عندنا، هي التقاضي على درجتين، درجه اولى ودرجه ثانيه. الحكم راح يصدر من محكمه اذا ما لجانا الطريق المدني لجانا الطريق الجزائي، راح يصدر عن محكمه بدايه جزاء، راح يكون الحكم بالحبس من شهرين الى سنتين، باعاده المبلغ ككل بغرامه، وممكن احيانا القاضي يحكم بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللي عم بيصير. هون رح يلجا المدعي عليه بنسبه كبيره او خلينا نقول 99% عم يلجا للطعن بالحكم، هي فقط لاطاله امد التقاضي، لانه يعني القاضي البدائي اللي اصدر اول حكمه ما اصدر حكمه بناء على اهواء شخصيه اكيد، صحيح. اصدر بناء على معطيات، على ثبوتيات، على اجراء خبره، على سماع شهود ممكن، على يكفي بسند الامانه باعتباره كتابي، لا يمكن دحضه الا بسند كتابي. يعني انا كمدعي عليه لما بدي اقول انا سند الامانه غير صحيح، كثير عالم ممكن يجيب شهود، لكن انا قدمت سند كتابي، انا بحاجه ابرز سند كتابي انه تم اعاده المبلغ. هذا الشيء اساسي. بتلجا بعد المحكمه البدائيه للاستئناف طعن بالحكم، بعد الاستئناف ممكن يلجا للطعن بالنقض، بالنهايه راح يصدر عليه الحكم، بيتم تنظيم خلاصه حكم حقه، توقيفه اذا تم ذلك، واعاده المبلغ او المبالغ الماليه. المشكله اللي نحن بنواجهها فعلا انه اذا الشخص طيب ما عنده اي شيء ممكن يحجز عليه. هو نحن فينا من المرحله البدائيه نحجز، لكن اغلبيته اللي يعني عم يلجأ لسند امانه وعم بيسيء امانه عم بيكون ما عنده املاك كثير عالم، يعني لانه العالم اللي عنده املاك او تعاملات تجاريه فوريا بتلجأ للطرق الاضمن، ممكن شيك، ممكن اشاره رهن، ممكن اشاره اي قصه تضمن الحق فعلا عم يلجأ. لكن لما ما عم بيكون في شيء للسجن او يتم التراضي، يتم هذا تخفيض المبلغ شوي. هذا طب له علاقه الشيء الاقرباء؟ يعني كثير بنسمع انه شخص عليه مبلغ مالي وما دفعه فبدهم يرهنوا شيء بخص مثلا زوجته او اولاده او 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 لا، هل لا هذا لا الشيء كمان بيدخل بموضوع سندات الامانه؟ ابدا، خلص الشخص هو المسيء الامانه هو الشخص الذي تم تنظيم السند باسمه وممهور ببصمه اصبعه وتوقيعه. طيب هلا هذا الشيء ما بيعطي كمان وسيله للتلاعب والتحايل؟ اليوم في اشخاص كثير بيكون عندها مبالغ ماليه بتفرغها، بتكتبها باسم اولادها، باسم زوجته، فبالتالي لما بيجي القانون يحاسبه هو ما في شيء باسمه، ما عنده شيء، كله باسم زوجته او اولاده. هون تماما معك حق، لا ينظر بهذا الموضوع؟ لا لا لا، هون الا بشغلات كبيره او بصدور قرارات حجز مثلا، لما بسوء احيانا عم يطر عن وزير الماليه بالقاء الحجوزات على الاموال المقوله وغير مقوله للشخص وزوجته، ساعات بيكون امور اختلاس امور كذا، لكن بسند الامانه نحن عم نحكي بشكل مفصل ما له علاقه. هيك راحت عليه للزلمه، ممكن تكون راحت عليه، انا بعتبر السبب الاساسي اللي راحت على مين؟ هو الشخص نفسه المدعي. تماما راحت عليه. ليش راحت عليه؟ لانه هو استسال نزلي على تنظيم سند امانه ماله مروح. ليش؟ ما نظمه بشكل حقيقي. احيانا عم نزاد مبالغ، يعني انا مع يعني البرامج الحين اللي عم تتم نحن زياده التوعيه القانونيه، الثقافه القانونيه، هي فعلا بتفرجي الواحد مدعي ومدعي عليه. تمام. يعني انا عم بضمن حقي انا اللي اخذت المصاري، انه هذا الشخص ما يحط لي انا اخذ مليون ليره يحط لي 25 مليون. صحيح. وانا عم بضمن حقي اللي اعطيت المصاري انه هذا المصاري تبعي ما يروح، وانا عم بضمن الحقين باجراءات قانونيه صدقا بسيطه فعلا. ما نحن من باب انه لا ما حدا يعمل سند امانه لحتى يروح يتاكد تثبيته حتى يضمن حقه بالنهايه. تماما، تثبيته بشكل رسمي، عم بضمن حق الطرفين انا، عم بضمن اتاكد انا هذا الشخص في عنده شيء احجز عليه، وضعه المادي كيف، اكيد اللي عم ياخذ مصاري وضعه المادي سيء، لكن ممكن فعلا طب هل فعلا هو عم يفتح مشروع؟ انه اذا ممكن كان عم يوهم بفتح مشروع، ما فتح مشروع بتبين لا، بصير في عندنا موضوع اخر هو نصب الاحتيال. لهالسبب هذا اللي انا عم نظمه بشكل رسمي، عم بضمن حقي، عم بضمن حقه، وعم بلجأ حتى اطاله امد التقاضي مثل ما حكيتي حضرتك قبل شوي، عم بتخف كثير عندي، لانه انا ما في داعي بقى اطعم بألف طريقه، لا انا عندي موظف رسمي هو نظم لي السند، خلص انا حقي ثابت قانونا. طيب استاذ، وقت اللي بيكون في كذا سند على المدعي عليه، ايمتى اللي نحن القاضي ممكن يقول التهمه هي جمع اموال؟
إذا تقدم كذا سند من كذا شخص أو من الشخص نفسه، من المدعي نفسه يقدم كذا سند، ممكن تكون التهمة هون جمع أموال أو المفروض يكون من كذا شخص. تماما. هلا مهما كثرت السندات لشخص واحد لا يعتبر جمع أموال. جمع الأموال يستلزم عدة أشخاص اللي هي بالحد الأدنى 3، وفي اجتهادات للهيئة العامة لمحكمة النقد ولازم يكونوا 9 أشخاص، أحيانا ممكن يكونوا 7 أشخاص لما عم يتقدموا هالأشخاص هدول بعدة سندات أمانة. مو بالضرورة وليس الضرورة وجود سندات أمانة، ننوه الموضوع انه مو ضروره، لانه كثير احيانا يعني اللي عم بيكونوا عم يمارسوا حرفه جمع الاموال كنصب واحتيال هن عم بيكونوا ذات حرفيه جرميه، يعني ما بيخلوا شيء عليهم ثابت. انا ليس ضروري مو ضروري انكم معي سند اماني، مجرد انا اوهمت شخص، انا ادعيت على شخص اوهمني انه عنده مشروع وانا راح اقدم مشروع، ممكن يكون سند دين عادي، ممكن يكون اي شيء اثبت، واحيانا مو ضروري يكون في شيء، يكفي اثباته البينه الشخصيه لاثبات وقوع جرم جمع الاموال عليه، وبيتم احالته حسب الاجراءات القانونيه لقاضي التحقيق لقاضي الاحاله لمحكمه الجنايات حسب الاصول المتبعه قانونا. تمام. شو بنسألك كمان اليوم؟ هو بحر الشق القانوني اكيد كثير كبير. بدنا نسألك كمان عن العقوبات، يعني اليوم صرنا نسمع بالفتره الاخيره انه في عقوبات كثير تشدد حسب مثل ما بيقولوا قانونيا مصطلح قانوني اللي هو تكييف الجرم، يعني اليوم اذا انا كنت ماشيه بالامور القانونيه ففورا رح يتم التقاضي واعطاء الحق حقه مثل ما بيقولوا. طب اليوم شو الشيء اللي انا لازم الخطوات الاولى؟ يمكن انت مريت مرور الكرام على شيء اسمه تطهير. صحيح. او الكشف على السند الاماني. معلش نراجعهم ولو هيك سريعا لحتى الناس تفهم شو قصدك بهذا المصطلح. طبعا. وهي الاجراءات البسيطه لحتى اليوم نكون اعطينا معلومات كافيه عن سندات الامانه. هل انا بالدرجه الاولى لما بده انت تضمن حقك كشخص عم تودع مبلغ اللي هو عم يكون مستتر بطابع تشغيل بطابع ايا كان، خلينا نحن يكون في شيء، انا مثلا ممكن شخص يكون محتاج 3 مليون 10 مليون، انا يا ترى هالشخص اعسر، وخاصه نحن بظروف والحرب. صحيح. والحصار الاقتصادي وهالامور كلها، اي شخص ممكن يتعرض فعلا لظروف طارئه مو بايده، خلينا انا عم باخذ انا حسن النيه انه شخص ما ناوي على سبيل المثال، هل هذا الشخص في حال اعسر، في حال لم ينجح مشروعه، في حال ايا كان، هل هو قادر على اعاده مبلغ لي؟ يعني اذا بدي احكي انا بخطوات، انا بدي اعطي شخص مصاري، اول شيء بيعمل له مثلا كشف انا املاك. تمام. بمديريه المصالح العقاريه، كشف املاك بمديريه النقل، هل عنده سياره. أنا في حال الشخص تعاركست معه الظروف او كان فعلا هو قاصد اساءة الامانة، قاصد النصب والاحتيال علي، هل انا قادر اني نفذ استعيد المبلغ بالطرق القانونية؟ في حال وجود شيء قدم المبلغ، في حال عدم وجود شيء قدم المبلغ، خلي اعتبرها الخطوة الاولى. الخطوة الثانية معلش روح على حالك شوي ونزول وثق السند الاماني امام موظف رسمي. طيب. عم تضمن حقك وحق الشخص اللي اخذ المصاري، ما حدا بيزيد على الثاني، متفقين احنا بشكل قانوني. والسبيل الامثل اللي انا كمحامي لما بيجيني حدا عم يعطي مصاري انا بقول له حط اشاره رهن، حط اشاره حجز قروا فيها وحطوا مبلغ دين، انت بالنهايه انا شخص اعطيته مبلغ من المال مليون ولا 100. طيب استاذ يعني اليوم العمله يوم عن يوم عم تفرق يعني. تمام. وعندنا بقصه المحكمه وقت اللي عم تكون المده كثير طويله، انا اليوم المليون اللي اعطيتك اياها بعد 3 سنين ما حتعمل لي شيء. صح. القاضي او القانون عندنا عم ياخذ بعين الاعتبار الفرق العمله اللي عم تصير، مده القضيه؟ هلا عم ياخذ الى حد ما، يعني اكيد ما رح يجي على فرق العمله، انه اذا بدنا نحكي مثلا شخص عاطي خلال بجوز سنتين 2019 ل 2020 اختلفت اضعاف الاضعاف، عم ياخذ الى حد ما الضرر المادي اللي لحقه، الضرر المعنوي اللي لحقه، لكن ليس بشكل حقيقي فعلا. لكن الى حد ما عم يتم التعويض، عم يتم اعاده المبلغ مع الغرامات تبعه مع التعويضات تبعه الى حد ما، ما بدي اقول انا 100%. تمام. لكن عم يطرعها شيء شيئا ما. تماما. اكيد يعني معلومات جدا مهمة، واليوم حكينا باستفادة مع حضرتك، إن شاء الله يكون الكل استفاد من هاي المعلومات. أكيد اللي ما حضرها بيقدر يشوفها على الإنترنت على اليوتيوب على صفحة الإخبارية. شكرا لوجودك معنا المحامي أحمد دعبول. أهلا وسهلا بحضرتك ونورت صباحنا. خليلي يا أهلا.